السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هبدأ استعرض معكم طقم الخشاف الياباني. هنستعرضه ونشوفه. اول حاجة هنشوفها الكرتونة، زي ما معودكم دايما لازم نشوف الكرتونة. هنا الماركات بتاعتها، شكل الموديل من على الكرتونة اهون. ميديان ان جابان، خدنا بالنا هنا جابان صناعة ياباني. هنا العلامات الإرشادية، دخلي الميكروويف عادي براحتك، كل حاجة تمام. والماركة بتاعتنا قدامنا اهيا، تمام. ده شكل الموديل قلنا معانا، ده الموديل اهون. هو بيجي في علبتين، ده بتاع البولة الكبيرة بتاعت الخشاف، وهنا الست بولات الأصغر، دي كرتونتها تمام. ومعانا نفس البيانات المنتج عليها. هنبدأ نشوف الطقم مع بعض. اول حاجة قلنا هنا البولة الصغيرة اللي معانا دي، هي تعتبر معانا ست، عدد ستة بولة من اللي قصادنا دي. قدامنا اهي التفاصيل بتاعتها، شكل الموديل كريستال ياباني تمام. كل ده بروز وعليها تشحيم باللون الابيض، طقم في منتهى الشياكة والرقة. ده استعمليه صحي جدا، حطيه في النيش شياكة جدا، حطيه في دلاب الفضيات برضو مميز جدا. الماركة بتاعتها معروفة قدامنا، احاول اجيبه بالفلاش برضو مش راضي، معتقد تيزار تمام. هنا عندنا اللي مكتوب عليها اسم الماركة والصناعة ياباني. المهم ما علينا، هنشوف برضو هنا، يعني اقول لك هو مختوم ياباني ولا مش مختوم والكلام ده كله. هنلاقي هنا في القاع بتاعنا انه مختوم، يعني الزجاج عندنا هنا مختوم ياباني قدامنا، بس برضو مش واضحة في التصوير على ما اعتقد. هنا شكل الموديل بتاع البولة قلنا الاصغر، لان هما ستة من الحجم ده وبولة كبيرة كده. هنشوف تفاصيلها، هي هيئتها مربعة، بولة مربعة. الورد اللي فيها ده كله فحر بروز زي ما احنا قلنا، استعمال ودكو ومنظر ودكور ونيش ودلاب فضيات، كل حاجة تنفع للطقم ده. طقم فخم جدا، طقم ياباني. شكل البولة برضو معانا اهو، قلنا عددها 6 قطع. هنشوف البولة الكبيرة معانا برضو، البولة الكبيرة اهي معانا اهي. حوالي من 25 سنتي عرض البولة، غويطة قدامنا اهون تمام. وبرضو رسمة الورد الحفر اللي فيها، هنشوفها كده نطلعها لوحدها بعيد عن دول. نبدأ نشوفها كده الرسمة بتاعتها. هنلاقي برضو ان البولة الكبيرة والصغيرة مختومة ان هي ياباني، الخيط محفور في الازاز. هنا الشكل الموديل بتاعها داير ما يدور اهون. قلنا كل ده شغل حفر بارز يعني تمام، داير ما يدور نفس الرسمة الوردة. والكنار بتاعها من تحت لو شفناه اخد شكل برضو اهو تمام كده. قلنا ده ياباني، طقم ياباني. البولة الكبيرة مع الصغيرة سوري برضو اخده نفس الرسمة داير ما يدور. احاول ان اصورها لكم، والله ما اعتقد كده شكل المنتج ظهر معانا. وده طبعا من تصوير ام كريم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.